الكويت بلد الخير والجود والكرم. الأوليين أهلنا اللي راحوا الكويت، اللي راح اشتغل واللي راح تعلم، ما رجعوا من هناك إلا يذكرون الكويت بكل خير. وللعلم يا أخوان، الآن الكويت تملك في سلطنة عمان أكبر استثمار خليجي بين دولتين خليجيات في مصفات الدقم. شكراً للكويت على حفاوة الاستقبال لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطاننا المفدى، أرجعه الله سالم غانم يا رب العالمين. وشكراً لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حفاوة الاستقبال أيضاً، وشكراً لشعب الكويت وين ما كنتوا. ويشرفني أنا شخصياً أني درست وتعلمت في الكويت وخريج دولة الكويت، أربع أجمل سنوات عشناها بينكم، حفظكم الله يا أهل الكويت. وكالعادة المقطع قديم وساهموا الكثيرين في نشره. يا أخوان، اللي يعتقد بأن هذا المحتوى غلطان، هذا المقطع ينتشر بين الطلاب، هذا المقطع يأسس أفكار لدى الطلاب، هذا المقطع أنا بنظري أشوف أنه يسيء لبلد الكامل. يا أخوان، طلابنا ما بهالطريقة، طلابنا أفضل وأطيب وأجمل من هذا الشيء. طلابنا ولله الحمد متربين أجمل تربية. ما ننشر مقطع قديم لطالب واحد ويسيء لكل الطلاب. يا أخوان، الله يخليكم، دعوها تقف عندكم، دعوها تقف عندكم.